السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا ان شاء الله بألف خير. اليوم جيتكم ان شاء الله بفيديو جديده في القناه شيما شانيل. كيف ما عودتكم دائما كندير لكم فيديو على المنتجات اللي جربتها واللي لقيتها رائعه. اليوم ان شاء الله جيت نقترح عليكم هاد الصابونه هذه اللي هي صابون سور غرا ديال لا مارك ميستيلا اللي معروفه ديال الاطفال الصغار. هاد الصابونه هذه البنات جربتها واحد المده ولقيتها رائعه بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره الجافه، هي خصيصا ديال لي بيبي، وكنستعملها انا لوجهي والجسم ديالي. صراحه لقيت عليها مفعول رائع بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره الجافه. دائما كنجيب لكم منتجات اللي كيليقوا البشره الجافه. هنايا راه خلاصه زيت الافوكادو وفيها واحد الريحه ديال البنات زوينه، وكذلك فيها العسل ديال العسل والافوكادو رائعه البنات. كذلك تطلق حتى الاطفال الصغار اللي عندهم بشره حساسه واللي جافه، كتليق من الزياده حتى من كيكبروا. انا كنستعملها صراحه، شريتها ملي مشيت للبارافارماسي كنت باغا ناخذ جيل نيتوايون للبشره الجافه، قلت علاش ما نجربش هذه الصابونه هذه. اسم ديالها ميستيلا، ها نتوما كما كتشوفوا تجي اللون ديالها ابيض. راه استعملتها كتحسوا البنات بواحد لو فيلم مكغا في البشره ديالكم، تتجي رطبه هكا وبيضه وفيها واحد الرويحه يا البنات ما نقولش ليكم، واحد الرويحه زوينه بحال صابون مارسي ما كيرغيش البنات. باش نقول ليكم راه ما كيرغويش، يعني للبشره الحساسه يعني حتى داك الرغوه ما فيهاش. كتليق اللي هي دايرينها خصيصا الاطفال الصغار، وكنستعملها انا البشره ديالي. استعملوها نتوما كذلك في البشره ديالكم، شريوها بعينيكم مغمضين. بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره الجافه واللي كيعانيوا بزاف من البشره الجافه، خذوها البنات راه رائعه. ها نتوما دايرين فيها كريم نوتري بروتيكتور، يعني فيها واحد الكريم مرطب اللي كيحمي من الجفاف في البشره. ها نتوما هنا البنات دايرين بوغ لا بوسيش، الاطفال الصغار اللي تيكون عندهم لا بوسيش للبشره ديال الوجه والجسم، حتى انا كذلك كنستعملها البشره ديال الجسم والوجه، فيها 0% بارابين. هاد المواد هادو اللي خايبين للبشره، كذلك هما خايبين للاطفال الصغار، وكتليق كذلك الناس اللي عندهم الاليرجي، اللي عندهم البشره اللي عندهم حساسه اللي كتفوض الحبوب. رائعه رائعه رائعه، حتى المكونات ديالها البنات قريتهم ما فيهم شي حاجه اللي هي ضاره. كتليق هادو تيخرجوها الاطباء لي بيدياتر، يعني اطباء ديال الاطفال تيخرجوها الاطفال اللي تكون عندهم البشره حساسه بزاف وجافه، يعني ما فيهمش مواد اللي خايبين اللي كيحسوا البشره. هذاك الشيء انا خديتها باش نكون انا مرتاحه البشره ديالي. كنتمنى انكم الا جربتوها ما تبخلوش علينا بالتعاليق، ولا جربتوها كذلك لوليداتكم الاطفال الصغار اللي كيتزادوا واللي كيكبروا زعما تيكونوا كبارين. كتبوا لنا في التعاليق ديالكم الراي ديالكم عليها. بالنسبه للثمن ديالها داير ب 74 درهم وخلاوها لي انا ب 51 درهم، خديتها من واحد البارافارماسي في سله. كدير ب 51 درهم، كدي مده طويله، فيها 150 غرام، يعني كدي مده طويله، يعني تقدر دير لكم الفتره ديال البرد كامله. راه اقتصاديه ماشي بحال جيل نيتوايون كتشريه بهذا الثمن هذا النيت، 50 درهم 40 درهم ودغيا دغيا تيسالي. صراحه انا دغيا كيسالي ليا، هذه كتستعمليها في الصباح وفي الليل، يعني كل ما كتحتاجي انك تغسلي وجهك كتستعمليها، وما كيحرش ما كتحرش البشره وما كتنشفهاش، ما كتلقاوش داك المشكل ديال انكم تيضغطيو لابو. انا صراحه بعض المرات كنعجز انني نرطب وجهي، كنلقى هذه تنغسل بها وجهي صافي، ما كنحتاج لا كريم مرطب لا حتى شي حاجه. ها نتوما البنات، والمده ديال الصلاحيه ديالها عام، يعني الا حليتوها خصكم تستعملوها في عام. فوالا البنات، هذه هذا هو الراي ديالي عليها، شريوها وجربوها بعينكم مغمضين، راه غادي تشكروني بزاف. فوالا البنات، كنضرب لكم موعد اخر ان شاء الله في فيديو اخر. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب الا جاتكم طبيعه الحال الفيديو، ولا كانوا كيعجبوكم بحال لي فيديو هادو. ما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم، كنبغيكم بزاف. الى بقيتو ان شاء الله، السلام عليكم.